للوفاء. سعداء جدا بوجودك بني وبوجود الأخ حسين. الله هو اللي فرح يما وفرحني معاه. عجبني الحال وانا ما كنتش حطها في بالي هكذا، انا كنت ما نطلعش، والحمد لله يا ربي. وعمي الحسين هو الاسباب، ونشكر عمي الحاج هدا عمرتين للاخ والام، ومسيده هذه عجبتني انا نخدم بيش نصرف، نعدي النهار ديالي نصرف فيه نلعب، وما نحتاج والو، نحتاج حد دعوة لبابا الله يرحمه، وان شاء الله العمر كانها حد هو، ان شاء الله كانه واحد هو، وكل الناس يدعيوا له وخلاص، انا ما نحتاج والو. عطوني زوج عمرات ما شاء الله، وشكرا على هذه المفاجأة. باقل واجب وهو الوفاء لهذه البذرة الطيبة وهذه التربية وهذا الصدى اللي يعني كان محبب لكل فئات المجتمع، كما قلت داخل الوطن وخارج الوطن، ما هو إلا وفاء بسيط، يعني أقل ما يمكن أن تقوم به مؤسسة اقتصادية، يعني تتمنى أن تمارس يعني دورها ضمن النسيج الاجتماعي الذي هو بحاجة إلى الترميمات. ما كنتش نتصورها هذه، يعني تعب سبت فيديو يهديوا له عمرتين، يعني ما شاء الله، والله وكأني أنا رحت العمرة، يعني فرحت لهم من أعماق قلبي، يعني ربي يبارك، وربي كما يقولوا يخلينا ديما نديروا المبادرات اللي يرضى بها ربي سبحانه، أي حاجة ديرها يرضى بها ربي سبحانه، طبعا راح تنجح في حياتك.